سؤال: متى يأتي الملك الألفي؟ هل هو بعد قيامة السيد المسيح أم في وقت آخر؟ ملك ربنا ابتدى من على الصليب، ولذلك قيل الرب قد ملك على خشبة، وانتهى ملك الشيطان لأن الموت كان يملك على العالم بسبب الخطية، ولكن انتهى ملك الشيطان على الصليب. عشان كده السيد المسيح قال: أبصرت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. يبقى الملك بتاع المسيح بدأ من الصليب، وحكاية 1000 سنة دي عدد رمزي، عدد رمزي لا يقصد به المعنى الحرفي.